السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الثاني متوسط. نبدأ هذه الأيام نتطرق إلى بعض الإثراءات العلمية للفصول الموجودة لهذا الفصل، الفصل الثالث الدراسي. نبدأ أولاً بإثراءات الفصل التاسع، أول فصل لدينا. هذا الفصل أو هذه الوحدة تحتوي على فصلان، الفصل التاسع النباتات، والفصل العاشر يتكلم عن موارد البيئة وحمايتها. نبدأ اليوم إن شاء الله عن النباتات. ماذا تعلمنا في هذا الفصل؟ هذا الفصل لدينا درسان، الدرس الأول النباتات اللابذرية، أما الدرس الثاني فهو يتكلم عن النباتات البذرية. نبدأ لكل درس ونسترجع سوياً ما هي الأهداف والأهمية من هذا الدرس. الأهداف: تحديد الخصائص العامة لجميع النباتات، المقارنة بين النباتات الوعائية واللاوعائية، التمييز بين خصائص كل من النباتات اللاوعائية اللابذرية والنباتات الوعائية اللابذرية، تحديد أهمية بعض النباتات اللاوعائية والوعائية. الأهمية: هيأ الله النباتات لإنتاج الأكسجين والغذاء الضروري لبقاء الكائنات الحية. النباتات اللابذرية من أوائل النباتات التي تنمو في البيئات الغير مستقرة أو المدمرة، وتساعد على نمو بناء تربة لنمو نباتات أخرى، لذلك تسمى الأنواع الرائدة. الأنواع الرائدة. مراجعة المفردات. النوع، ماذا يعني النوع؟ هو مجموعة من الأفراد لها صفات مشتركة وتتزاوج فيما بينها. المفردات الجديدة: النباتات الوعائية، النباتات اللاوعائية، أشباه الجذور، والأنواع الرائدة. تصنيف النباتات. ذكرنا أن العلماء صنف النباتات إلى مجموعتين، هي نباتات لاوعائية ونباتات وعائية. النباتات اللاوعائية لا يوجد بها أوعية لنقل الماء والغذاء، بينما الوعائية تحتوي على أوعية لنقل الماء والغذاء. هذه اللاوعائية تكون لابذرية، ومنها الحزازيات، حشيشة الكبد، والحشائش البوقية، بينما النباتات الوعائية فهي قد تكون نوعان، إما لابذرية أي لا تنتج بذور، أو بذرية. اللابذرية أمثلة عليها هي السرخسيات، حزازيات قدم الذئب، وذيل الحصان، بينما البذرية فهي أيضا نوعين، معرات البذور أو مغطات البذور. معرات البذور المثال عليها مخروطيات، ومغطات البذور تكون أيضا مجموعتين، هي ذوات الفلقة وذوات الفلقتين. هذه هي التصنيف الكامل للنباتات. أسئلة تختبر نفسك، اكتب أو اكتبي ما هي خصائص النباتات بشكل عام. جميع النباتات ماذا؟ تتكون من خلايا عديدة لأنها مخلوق حي. أيضا هناك أحجام مختلفة، منها المجهري، منها الأشجار العملاقة وغيره. أيضا تعيش في بيئات مختلفة، تحتوي على، هذا ما يميزها، على الكلوروفيل. مرة أخرى، الكلوروفيل. ما أهمية الكلوروفيل؟ هو اللي يساعد أو يقوم بعمليات القيام، للقيام بعملية البناء الضوئي. جميع النباتات تحتاج إلى، مخلوق حي تحتاج إلى ماذا؟ ماء، ولها أيضا جذور أو أشباه جذور لكي تثبتها في الأرض أو تثبتها على نباتات أخرى. كذلك تحتاج إلى ضوء الشمس لتقوم بعملية البناء الضوئي. السؤال الثاني: ما الفرق بين الوعائية واللاوعائية؟ تطرقنا له قبل قليل. الفرق بينهما يعتمد على أوعية النقل أو أنسجة النقل، أحسنتم.
بالنسبة اللاوعائية لا تحتوي على تراكيب أنبوبية وتستخدم طرق أخرى، عملية امتصاص مباشرة للماء والغذاء مثل حزازيات وحشيشة الكبد والعشبة ذات القرون. لذلك ذكرنا أن ما يميز هذه النباتات لأنها تستخدم طرق لامتصاص الماء أنها تكون في المناطق الرطبة. أحسنتم، في المناطق الرطبة. أما النباتات الوعائية فهي تحتوي على تراكيب أنبوبية لنقل الماء والغذاء، وهناك منها البذرية واللابذرية. اللابذرية مثل السرخسيات، حزازيات قدم الذئب كالصنوبريات الأرضية أو الحزازيات المسمارية، وأيضا ذيل الحصان. قارن أو قارني بين خصائص الحزازيات والسرخسيات، ما الذي يشترك بينهما؟ كلاهما لا بذري، لا ينتج بذور، لكن يختلفان من ناحية التراكيب الأنبوبية لنقل الماء والغذاء. لنشاهد هذه المقارنة، هذا الجدول، من ناحية أوعية النقل والسمك والطول والبذور والأبواب. بالنسبة للحزازيات، الأوعية النقل لا تحتوي على أوعية نقل، لذلك تستخدم عملية الامتصاص المباشرة من الماء من التربة، لذلك تكون قريبة من المناطق الرطبة. بينما السرخسيات تحتوي على أوعية لنقل الماء والمواد الغذائية. بالنسبة للسمك، سمك الحزازيات عدد قليل من الخلايا، وذكرنا أن لديها أشباه جذور لأنها قريبة، لا تعيش طويلا، قريبة من المناطق الرطبة. أما السرخسيات أكثر سمك. الطول، طولها قصيرة جدا، لا تستطيع النمو طويلا لأنها ليس لها تراكيب لنقل الماء والغذاء. أما السرخسيات فهي طويلة، بما أن لديها أنسجة أو أوعية نقل إذن هي طويلة وتستطيع النمو طويلا. بالنسبة للبذور، هل لديها الحزازيات أو السرخسيات بذور؟ يشتركان بعدم وجود بذور. إذن ما هي طريقة التكاثر لديها؟ ليس لديها بذور، إذن تستخدم الأبواغ، تتكاثر بالأبواغ موجودة على حوامل، بينما السرخسيات تتكاثر بالأبواغ المخروطية موجودة في نهاية الساق. سؤال رقم 6، تفكير الناقد. قد تولد الكهرباء أو قد ينتج الكهرباء التي نستخدمها يوميا من خلال حرق الفحم، الوقود الأحفوري، لكن ما العلاقة بين توليد الكهرباء والنباتات الوعائية اللابذرية أو اللاوعائية اللابذرية؟ كيف العلاقة؟ هل هي مصدر؟ بعد موت النباتات اللابذرية سواء كانت وعائية أو اللاوعائية، اللي هي يا حزازيات أو سرخسيات، في الغابات القديمة تغمر في الماء والطين، وبسبب الضغط العالي أو الشديد الموجود في باطن الأرض والحرارة العالية يتكون ما يسمى الخث. هذا الخث هو المرحلة الأولى من الوقود الأحفوري أو الفحم الحجري، ومن ثم يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. الدرس الثاني، النباتات البذرية. الأهداف: تحديد خصائص النباتات البذرية، توضيح تركيب ووظيفة كل من الجذور والساق والأوراق، وصف الخصائص الرئيسية وأهمية النباتات المغطاة البذور والمعرات البذور، تحديد أوجه الشبه والاختلاف بين نباتات ذوات الفلقة ونباتات ذوات الفلقتين. الأهمية: يعتمد الإنسان على النباتات البذرية في ماذا؟ مصدر غذاء، اللباس والمأوى. مراجعة المفردات: البذرة تتكون من جنين النبات، والمواد المغذية اللازمة له
محاطة بماذا؟ بغلاف للحماية. المفردات الجديدة: الثغور، الخلية الحارسة، الخشب، واللحاء، والكامبيوم. الكامبيوم. المعرات البذور، المغطاة البذور، ذوات الفلقة وذوات الفلقتين. ما هي أجزاء النبات البذرية أو النباتات البذرية؟ من ماذا تتكون؟ نعم، جذور، ساق، أوراق، ولكن نحن قسمناها إلى أجزاء رئيسية، هي المجموع الخضري والمجموع الجذري فقط. هناك مجموع آخر أو جزء آخر. المجموع الخضري اللي هي الأوراق والسيقان الموجودة فوق سطح التربة. المجموع الجذري اللي هي الجذور موجودة في باطن الأرض. ما بينهما؟ الأنسجة الوعائية. من ماذا تتكون؟ خشب ولحاء وكامبيوم. وأيضا تطرقنا إلى ما الفرق بين ذوات الفلقة والفلقتين. من هذه الصورة أين الفلقة؟ نعم، هذه فلقة وهذه فلقتين. كيف استطعنا التمييز بينهما؟ اللون مثلا؟ لا طبعا، من خلال، نعم أحسنتم، عدد البتلات الموجودة في الزهرة. البتلات في الفلقة تكون 3 ومضاعفاتها، الفلقتين 4 أو 5 ومضاعفاتهما. نعد هذا 1 2 3. الطبقة الثانية 1 2 3. أخيرا 1 2 3. 3 × 3، 3 × 3 هي 3 طبقات. 9. 9 ليست من مضاعفات 3، إذن هي من نباتات الفلقة. الفلقتين نعد هذا 1 2 3 4 5، ليست من فلقتين، إذن لأنها رقم 5. أيضا بالنسبة للورقة قد تساعدنا، في الفلقة تكون طويلة، في الفلقتين تكون عريضة وشبكية. نشاهد المقارنة. ذوات الفلقة، البذرة تكون فلقة والفلقتين فلقتين. الأهمية في ذوات الفلقة مهمة كمصدر للأطعمة، أما الفلقتين فهي تنتج بعض الأطعمة، وأيضا أشجارها ذات ظلال. الأمثلة في الفلقة عندنا الأرز والذرة والشعير والموز، الأناناس، التمر. ذوات الفلقتين لدينا الفستق، الحمص، الفاصوليا، التفاح، البرتقال وغيرها. بتلات الزهرة، فلقة 3 ومضاعفاتها، فلقتين 4 و5، 4 أو 5 ومضاعفاتها. الورقة في الفلقة طويلة ورفيعة، الفلقتين تكون عريضة. بالنسبة للعروق في الفلقة، بما أنها طويلة هتكون بشكل متوازي، فلقتين بما أنها عريضة ستكون شبكية. ترتيب الحزم الوعائية في الفلقة هتكون عشوائي، بينما في الفلقتين تكون بشكل صورة حلقية. دورة حياة النباتات لمغطاة البذور، لها دورات حياة كالمخلوقات الأخرى. هناك حولية، يعني تنمو من البذرة وتكتمل دورة حياتها خلال سنة، مثل القمح، الشعير، الأرز، الذرة، الفاصوليا، البازلاء والبتونيا. نبات ذات الحولين ماذا تفعل؟ تنمو من البذرة، تخزن كميات كبيرة لديها من الطعام تحت الأرض في السنة الأولى، خلال السنة الأولى. في السنة الثانية يكتمل نموها فتنتج الأزهار، مثال عليه البقدونس. أخيراً النباتات المعمرة، تكتمل دورة حياتها في أكثر من سنتين، أكثر من ذات الحولين، تنتج أزهار وبذور سنة بعد سنة، منها المعمرة العشبية والمعمرة الخشبية كالجوز.
أسئلة أو أنشطة تختبر نفسك. صنف أو صنفي زهرة تتكون من 5 بتلات، 1، 2، 3، 4، 5 كهذا. هل تنتمي إلى ذوات الفلقة أم فلقتين؟ بتلاتها 5، فلقة أم فلقتين؟ فلقتين، أحسنتم. ونصنفها نبات وعائي لأنها من النباتات الوعائية، بذرية، زهري لأنه ينتج أزهار وينتج بذور، مغطاة البذور من فلقتين. هذا هو التصنيف الكامل لهذه النبتة. لماذا قد يكون المجموع الجذري أكبر جزء في النبات؟ لماذا؟ شاهدوا هذه الصورة. الجذور ذكرنا أننا حينما نقوم بإنبات البذرة أول ما ينبت منها ساق، يخرج ساق أولا، يخرج بذرة، من البذرة يخرج جذور، وتبدأ هذه الجذور تتعمق في أو تتغلغل في باطن الأرض. لماذا؟ هي كأساس البيت، تقوم بتثبيت النبات وللحصول على قدر كافي من الماء. لاحظوا في هذه الصورة يكبر هذه الجذور حتى تصل إلى الماء، للحصول على الماء والمواد الغذائية اللازمة للنمو. تكوين فرضية. لنكون فرضية عن المادة أو المواد التي تصنع في الخلايا العمادية ولكن لا تصنع في خلايا الخشب. هذه صورة مقطع عرضي للورقة. أين الخلايا العمادية؟ هنا، صح؟ أحسنتم. هذه خلايا عمادية. يا ترى ما الفرق بين خلايا العمادية وخلايا الخشب؟ لنبدأ. خلايا الخشب التركيب عبارة عن خلايا أنبوبية مجوفة ذات جدار خلوي سميك مرتبة فوق بعضها البعض، لذلك تسمى وعاء. خلايا الخشب دائما تسمى وعاء، بينما اللحاء أنبوب. الخلايا العمادية هي خلايا طويلة رفيعة متراصة تحتوي على بلاستيدات خضراء. الوظيفة، وظائف خلايا الخشب تنقل من؟ الماء ما عدا السكر، تقوم بنقل الماء وليس السكر. من الذي يقوم بنقل الغذاء؟ اللحاء، أحسنتم. أما الخلايا العمادية فهي تصنع السكر لأنها تقوم بعملية البناء الضوئي بوجود البلاستيدات الخضراء، لذلك تقوم بهذه العملية. أما المكان، يوجد الخلايا الخشب ضمن العروق في الطبقة الإسفنجية للورقة وأيضا في الجذور والسقاء لأنها نسيج وعائي، بينما الخلايا العمادية فقط أين توجد؟ تحت طبقة البشرة العلوية للورقة فقط، موجودة في الورقة. لاحظنا أين الفرق؟ أنها خلايا تصنع السكر بينما هذه لا تنقل السكر. هذه موجودة فقط في الورقة، أما هذه في جميع أجزاء النبات. تثبيت المفاهيم. أي مما يلي نباتات وعائية لا بذرية؟ هل هي الحزازيات أم ذيل الحصان، حشيشة الكبد أم الصنوبر؟ لاحظوا، وعائية لا بذرية وليس لا وعائية. نعم، ذيل الحصان. ما الفتحات الصغيرة الموجودة على سطح الورقة ومحاطة بخلايا حارسة؟ نعم، هي الثغور. أي أجزاء النبات يعمل على تثبيته في التربة؟ من يقوم بالتثبيت؟ أحسنتم، الجذر. يتكون معظم اللحاء والخشب الجديد للنبات الجديد، من الذي يصنعه؟ من هو المصنع؟ هل الخلايا الحارسة، الثغور، الكامبيوم، الكيوتكل؟ نعم، إنه الكامبيوم. ما مجموعة النباتات التي يبلغ سمكها بضع خلايا؟ هل هي المغطاة البذور؟ لا، هذه أساساً بذرية وعائية. هل هي السرخسيات، السيكاديات أم الحزازيات؟ نعم، إنها الحزازيات، هي الصغيرة التي تعيش في المناطق الرطبة. جزء النبات الموجود هنا في هذه الصورة ذو الشكل البيضي
يوجد فقط في النباتات اللاوعائية اللابذرية، مغطاة البذور، المعرات البذور. نعم تكون فيها معرات البذور. أي النباتات التالية لها تراكيب تنقل أو تنقل عن طريق الماء والمواد الأخرى، هل هي الوعائية، اللاوعائية، الحزازيات أم حشيشات الكبد؟ طبعا الوعائية. أي أجزاء الورقة يحدث فيها معظم مراحل عملية البناء الضوئي؟ هل هو البشرة، الثغور، الكيوتيكل، الطبقة العمادية؟ نعم الطبقة العمادية. أي مما يلي يوجد في السرخسيات؟ المخاريط، الأبواق، الريزومات أم البذور؟ السرخسيات وعائية لابذرية. نعم حتكون الأبواق. التفكير الناقد، استنتج أو استنتجي، شاهد هذه القصة القصيرة. حينما كنت تتمشى أو كنت تتمشين مع صديقكم، شاهدتم نباتاً لم تشاهدونه من قبل. لهذا النبات أوراق خضراء، أوراق خضراء كهذا، وأزهار صفراء. قال لكم صديقكم إنه نبات وعائي. كلامه صحيح. كيف عرف ذلك يا ترى؟ هل حللها؟ هل قطعها؟ هل شاهدها بالعدسة أو المجهر؟ ماذا فعل أو ما هي المعلومات التي ساعدته لاستنتاج ذلك؟ نعم جميع النباتات الزهرية لابد أن تكون نباتات وعائية. سؤال 19، نبات يخزن كميات كبيرة من الماء في أوراقه وسيقانه وجذوره، ما هي البيئة أو توقع ما هي البيئة التي يعيش فيها هذا النبات بما أنه يخزن الماء؟ أو يوجد له زوائد شوكية أو شوكية أو أشواك، ما البيئة التي ينتمي لها؟ نعم حتكون بيئة صحراوية أو جافة. سؤال 20، لماذا توجد الحزازيات عادة في المناطق الرطبة؟ ذكرناها قبل قليل، سمكها بضع خلايا، لذلك حتى تستطيع امتصاص الماء والمواد الغذائية مباشرة لأنها لا تحتوي على نسيج وعائي يساعدها على الامتصاص. سؤال 21، كيف تسهم الأنواع الرائدة هي الحزازيات والسرخسيات في تغيير البيئة مما يمكن النباتات الأخرى من النمو في التربة الجديدة؟ نعم حتكون الخث، أحسنتم، كيف يكون ذلك؟ الحزازيات تعتبر من الأنواع الرائدة، تساعد على تكوين التربة وتهيئة الظروف تسمح بنمو نباتات أخرى لأنها تقوم بتفتيت هذه التربة، وبالتالي سيتكون لدينا الخث أو يتكون لدينا تربة جديدة. رتب الأحداث التالية لتظهر لدينا أو يتكون لدينا الفحم الحجري. نباتات لابذرية حية، يتشكل الفحم، تتحلل النباتات اللابذرية بعد موتها ويتكون الخث. نبدأ بمن؟ نباتات لابذرية حية، بعد ذلك تكون هناك درجة حرارة عالية وضغط شديد، ثم تتحلل هذه النباتات اللابذرية بعد موتها، ثم بعد ذلك يتكون الخث. الخث ذكرنا هو المرحلة الأولى من الفحم الحجري، ثم بعد ذلك يتكون أو يتشكل الفحم الحجري باستمرار ضغط الحرارة، الضغط الشديد والحرارة العالية. بهذا النشاط نكون قد انتهينا من إثراءات هذا الفصل، والنباتات مصدر للغذاء، فعليكم بالتغذية الصحية وشرب الماء وممارسة الرياضة، ودمتم سالمين، فمان الله.